لكل خبر حكاية، ولكل حكاية بداية، ولكل بداية ما وراءها، وفي كل معلومة تفاصيلها، ولكل ساعة حديث، وفي كل حديث ساعة. حديث الساعة برنامج أسبوعي يسلط الضوء على آخر الأخبار وأهمها وعرضها بصورة سلسة، فقط على كنار تي في، صوت العرب من كندا. في 47 دولة حول العالم وفي أشد الأحوال صعوبة، كانت الإغاثة الإسلامية في قلب الحدث. وصلنا إلى أكثر من 120 مليون إنسان مستحق لتبرعاتكم. نحظى بدعم الحكومات المانحة وكبرى وكالات الأمم المتحدة. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك سعادة. روحك أمانة، البس الكمامة، عشان أولادك الصغار إلزم نفسك بالدار، عشان رضا الوالدين عقم الإيدين، عشان أصحابك الحلوين ابعد عنهم مترين، عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا حديث الساعة. اليوم 17 أيار مايو 2021، أنا محدثكم جمال الشريف. برنامج حديث الساعة يأتيكم على كنار تي في، صوت العرب من كندا. حديث الساعة هو باقة مختارة من أخبار كندا والعالم من مصادر موثوقة ومرموقة، نتصفحها يوميا ونلخصها لكم أسبوعيا لكي تبقوا على معرفة بكل ما هو جديد ومفيد. هيا نتابع خلاصة ما خبأ لنا الأسبوع الماضي من أخبار. طبعاً الخبر الأول يأتينا من أهلنا في فلسطين، حيث أن الكيان الصهيوني قام بقصف على الأراضي الفلسطينية وسبب استشهاد عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين وهدم العديد من الأبراج التجارية والسكنية. بدأت هذه الاشتباكات في أواخر رمضان الفائت، حيث تسلط العديد من الجنود الإسرائيليين على مجموعات من الصائمين والمعتكفين الفلسطينيين الذين تجمعوا للإفطار في ساحات المسجد الأقصى، وتلا ذلك مشادات واستخدام للأسلحة من الطرف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل، ثم تطور إلى قنابل حارقة ومسيلة للدموع لتفريق جموع الشباب المحتجة، مما أسفر عن استشهاد العديد من الصائمين. تزامن ذلك مع موجات في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، حيث أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت أوامر بإخلاء منازل لعائلات مقدسية في حي الشيخ جراح تعسفا وتهجير أهلها من منازلهم لصالح إعطائها للمستوطنين. أحد أهالي الشيخ جراح صرح أن حوالي 1500 مستوطن دخلوا حي الشيخ جراح وهجموا على الأهالي وبيوتهم وكسروا زجاج السيارات، من الجدير بالذكر أن حوالي 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا بالحي، يتعرضون إلى خطر التهجير على أيادي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ في مع محاكم الاحتلال التي أصدرت مؤخرا قرارات بطرد هؤلاء العائلات المقدسية من منازلهم لإسكان المستوطنين الصهاينة في أماكنهم. كرست قناة كنار تي في لايف يوم الخميس الماضي لتغطية الأحداث بعنوان هنا القدس من كندا، ومناقشة
هيئات فلسطينية وعربية في كندا وكذلك سياسيين كنديين، وقامت أيضا بتغطية لبعض المظاهرات التي قامت في المدن الكندية. الخبر الذي يليه هو خبر من كثير من المدن الكندية، حيث قامت مظاهرات في الأيام الماضية، وأكبرها كان يوم السبت والسبت، وهو اليوم الموافق لنكبة 48، حيث قام عدد كبير من الفلسطينيين والإخوة العرب والموالين لهم من دول غير عربية ودول من جميع أنحاء العالم وكنديين أيضا بمظاهرات حاشدة في عدد كبير من المدن، سنرى بعضها الآن، تجمع فيها الآلاف، وصلت إلى 15 إلى 20 ألف حسب التقديرات في مدينة تورونتو، وخمس إلى 10 ألاف في مدينة أوتوا. وطبعا هذه كانت الاحتجاجات على السياسة الإسرائيلية، وأيضا لرفع رسالة للسياسيين الكنديين بمطالبات بعدم دعم الاعتداء على إخواننا في فلسطين، وخاصة ما يحدث الآن بشكل إجرامي على قطاع غزة. كما نرى هنا أيضا من مونتريال وأوتوا، ثم صور من كالجاري ووينيبيغ، وصور أخرى من فانكوفر وكالجاري، ثم في بعض المدن منها أدمنتون ومدن أخرى، قام عدد من الموالين والفلسطينيين والأصدقاء بعمل رالي بالسيارات، حدث في عدد من المدن منها أيضا تورونتو، وهذا الرالي تجمع فيه عدد كبير، رفعوا فيه الأعلام والرايات الكندية والعربية والفلسطينية بشكل عام، دعما لإخواننا في فلسطين. ندعو الله لهم بالسلامة. نعود لأخبار الكوفيد وكندا. تفشت الكوفيد في مقاطعة نيو برونزويك الكندية، وتقارير عن وفاة الحالة 72 وزيادة عدد الحالات في يوم واحد لليوم السابق لليوم ب 117 حالة، وطبعا كل هذه الحالات كبيرة بالنسبة لعدد السكان الموجودين، وقد تقوم مقاطعة نيو برونزويك بإغلاق عام قريبا حسب المصادر التي وصلتنا. هناك 11 مليون لقاح مطلوب من أجل إعطاء الجرعة الثانية في أنتاريو، وتم تلقيح حوالي نصف مليون شخص بجرعتين، أي تلقيح كامل، وسبع ملايين آخر بجرعة واحدة على الأقل. مقاطعة بريتش كولومبيا تبلغ عن حوالي 500 حالة إصابة بالكوفيد 19، وهي أدنى زيادة يومية منذ منتصف مارس الماضي. عودة لأنتاريو، حيث أن أنتاريو تشهد زيادة طفيفة في معدل حدوث الكوفيد الأسبوعي، ومدينة أوتوا من هذه المدن، ويصر كبير أطباء مدينة أوتوا على أن الأيام المقبلة ستكون أفضل خلال مقاومة هذا الوباء، ويدعو أطباء الأطفال في المقاطعة لفتح المعسكرات الصيفية أو ما يسمى بالسمر كامبس للأطفال لمساعدتهم على تخطي ما يسمى بالمينتال تشالنج أو الصعوبة التي حصلت لهم أو التحديات النفسية والعقلية التي حدثت لهم خلال فترة الجائحة. وطبعا كما علمنا أن هناك أرقام في تنازل، ولكن ما زالت الأرقام تزيد عن 2000 حالة في مقاطعة أنتاريو. وأسوة بمقاطعات أخرى، مقاطعة حكومة كوبيك تقرر إيقاف استخدام لقاح أسترازينيكا كجرعة أولى من لقاح الكوفيد بسبب الأعراض الجانبية المزعجة والتي حدثت وأدت إلى وفاة عدد من الأشخاص في عدد من المقاطعات، 8 في أنتاريو، 2 في ألبرتا، و2 في بريتش كولومبيا، وحالتين في كوبيك، حيث نصح الكثير من الأطباء بعدم استخدام أسترازينيكا كلقاح سواء كجرعة أولى
من هذا اللقاح وعليه قررت حكومة كيبيك بتوقيف استخدامه كجرعة أولى، مما يعني أن الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى سيستمروا بحصولهم على الجرعة الثانية. وسبقتها بهذا القرار أيضا حكومات مقاطعة مانيتوبا ونوفا سكوشيا وأنتاريو وألبرتا. الخبر التالي يعود لأسترازينيكا، حيث أن في هذا الوقت صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأن طبيبه الخاص نصحه بأن تكون الجرعة الثانية من اللقاح هي من أسترازينيكا، حيث أنه حصل على الجرعة الأولى من أسترازينيكا قبل عدة أسابيع. وبنفس خبر استقالة رئيس حملة التطعيم للكوفيد 19، حملة التطعيم الفيدرالية، من منصبه وأوتوا تحت الضغط، حيث استقال الميجر جنرال داني فورتين المسؤول عن حملة التطعيم في جميع أنحاء كندا من منصبه في وكالة الصحة العامة، حيث يخضع لتحقيق عسكري لادعاءات تتعلق بسوء السلوك الجنسي والتحرش داخل أيام وقت عمله. في بيان مقتصب للغاية أشارت وزارة الدفاع الوطنية أو الكندية إلى أن الليفتنانت جنرال واين إير سيناقش الخطوات التالية مع اللواء فورتين. وشغل السيد إير منصب رئيس الأركان المؤقت منذ رحيل الأدميرال آرت دونالدز السابق، وهو أيضا موضوع تحقيق للشرطة العسكرية بشأن ادعاء بسوء سلوك جنسي. يتم استجواب الحكومة الفيدرالية بشكل متزايد حول الأسباب التي دفعتها إلى فصل الرجل الذي أشرف على نشر اللقاحات في كندا، ويريد آخرون أيضا معرفة ماذا سيحل من سيحل محل. رفضت الحكومة الليبرالية ومكتب رئيس الوزراء ترودو وزير الدفاع الإفصاح عن أما إن كان التحقيق يركز على مزاعم في السلوك الجنسي أو أن التحقيق عن كيفية وآلية طرح اللقاح أو أي شيء آخر. الخبر التالي هو خبر مساعدات قررتها الحكومة الفيدرالية للأطفال تصل إلى 1200 دولار إضافي لكل طفل ل 106 مليون أسرة في جميع أنحاء كندا. في السنوات الأربعة الأولى منذ تنفيذ مساعدات إعانة الأطفال الكندية أو CCP على انتشال ما يقرب من نصف مليون طفل من الفقر، يمكن للعائلات التي يحق لها الحصول على CCP للأطفال دون سن السادسة أن تتوقع الحصول على أموال أكثر في البنك خلال الأيام القادمة إن شاء الله. طبعا كما أعلنت الحكومة الفيدرالية أن الأسر الشابة على وجه الخصوص قد تأثرت بالنفقات غير المتوقعة بسبب وباء كوفيد-19، وستساعد بذلك الحكومة بدفع تكاليف أشياء مثل ترتيبات رعاية الأطفال على المدى القصير والطعام الصحي والملابس وغيرها من الأنشطة اللي يمكن للأسر القيام بها من خلال هذه المساعدات. في عام 2021 ستتلقى العائلات التي يحق لها الحصول على CCP أو Canadian Child Benefits بدخل إضافي قدره، إذا كان قدر دخل الأسرة لا يزيد عن 120 ألف دولار سيحصل على 300 دولار لكل دفعة عن كل طفل دون سن السادسة. وسيتم إصدار الدفعات الأولى في مايو 28 مايو، يعني خلال أيام، والتي ستتضمن كل من مدفوعات يناير إبريل للمستحقين لها، وسيتم إصدار الدفعة الأخرى في 30 يوليو و 29 أكتوبر 2021. على التي تلقى CCP لن تحتاج إلى اتخاذ أي إجراءات لتلقي هذه المدفوعات، ومع ذلك فأنه يجب عمل الإقرار الضريبي لعامي 2019 و2020 للوصول إلى هذه الإجراءات. إذن الشرط الوحيد هو عمل الإقرار الضريبي ل 2019 و2020 ويكون الدخل أقل من 120 ألف دولار لكلا أو لمجموع ما في العائلة.
أنتاريو تمدد أمر البقاء في المنزل لأسبوعين آخرين في مؤتمر صحفي أعلن فيه رئيس الوزراء لمقاطعة أنتاريو السيد دوغ فورد أنه سيمدد جميع إجراءات الصحة العامة أو stay at home order حتى 2 يونيو لعام 2021. قال رئيس الوزراء فورد أنه في الوقت الذي نشهد فيه اتجاهات إيجابية نتيجة لتدابير الصحة العامة المطبقة لا يمكننا تحمل التراجع بعد، يجب أن نظل يقينين لضمان بقاء أرقام وحدة العناية المركزة لدينا منخفضة وحماية سعة المستشفيات لدينا، وإذا واصلنا الدورة لأسبوعين مقبلين وواصلنا تطعيم عدد قياسي من سكان أنتاريو كل يوم يمكننا نبدأ في التطلع إلى شهري يوليو وأغسطس للاستمتاع بالصيف الذي يستحقه الجميع. كما قال أنه طالما ظلت المقاطعة في هذا الاتجاه الإيجابي فسيتم إعادة فتح الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق من بداية شهر يونيو أو الشهر السابع، وجميع عمليات إعادة الفتح الأخرى لا تزال قيد المناقشة. في تقرير صحفي لم يصدر المدعون العامون في كيبيك أي تذاكر أو مخالفات للأشخاص الذين يرفضون الحجر الصحي الفندقي بعد وصولهم لكندا عبر الطيران في مطاري كيبيك أو مطار مونتريال أو المسمى بمطار ترودو. بحسب ما ورد من مقال صحفي للكنديان بريس لم يتم ترغيم أي شخص في كيبيك أو تغريمه بتهمة انتهاك النظام الصحي الوطني الذي يطالب المسافرين الذين يصلون إلى كندا بالحجر الصحي للجلوس في فندق معين وفقا لمكتب الدعاءات في المقاطعة، وهذا على الرغم من أن حكومة كيبيك هي واحدة من أكثر الحكومات صراحة في البلاد من حيث القيود الصارمة على الحدود. فقد طالب رئيس الوزراء فرانسوا ليغو رئيس وزراء مقاطعة كيبيك مراراً أوتوا ببذل المزيد من الجهد للحد من قدرة الناس على مغادرة البلاد عبر المطارات. واستجابة لمطالب من مقاطعة كيبيك ومقاطعات أخرى عدلت الحكومة الفيدرالية قانون الحجر الصحي لقصر الرحلات الجوية الدولية إلى البلاد على المطارات في 4 مدن فقط هي مونتريال تورونتو كالجاري وفانكوفر منذ 22 من فبراير. كما أنه يطلب من جميع المسافرين الذين يصلون كندا منذ ذلك الوقت عن طريق الحجر الصحي لمدة لا تقل عن 3 أيام في فندق معتمد من الحكومة أثناء انتظارهم لنتائج اختبار الكوفيد 19 التي يتم إجراءها عند وصولهم إلى البلاد، ويمكن لأولئك الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم عدم إصابتهم بالكوفيد إكمال بقية الحجر الصحي لمدة 14 يوما في المنزل، بينما يجب على الذين ثبتت إصابتهم بالإيجاب بقاؤهم في منشأة صحية مخصصة من قبل الحكومة. خبر وصلنا قبل البارحة أن جريهاوند كندا، شركة جريهاوند وهي من أكبر الشركات المنظمة للحافلات أو الباصات التي تقوم بنقل الركاب بين المدن، ستقف جميع أعمالها في كل المدن الكندية. وبعد يوم واحد من إعلان هذه الشركة إغلاق عملياتها في كندا، قامت ميجا باص أنها ستكون حاضرة للوصول إلى مدينة أوتوا العاصمة الكندية، حيث ستوفر ميجا باص طرقاً بين تورونتو وسكاربرو وكينغستون وأوتوا لملء هذا الفراغ الذي خلفه غياب جريهاوند. وستعمل الخدمة ذات الطابقين من محطة سان لوران 4 أيام في الأسبوع من الخميس إلى الأحد. وقالت الشركة في بيان صحفي أن التذاكر معروضة للبيع الآن للسفر بدءاً من 20 مايو، وستكون جميع التذاكر عن طريق أوتوا الجديدة مجانية لمدة أسبوع واحد من بداية هذه الخدمة. إغلاق خط الأنابيب الأمريكي يثير المخاطر ارتفاع أسعار الغاز وإجبار كثير من الأشخاص إلى التزود بالنفط المحتاجين له، حيث أجبر هجوم إلكتروني يعتبر من أكبر الهجومات وعلى أكبر خطوط أنابيب الوقود في الولايات المتحدة على الإغلاق الكامل يوم الجمعة. ويخشى المحللون أن يؤدي هذا الإضراب
إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط، حيث يمد هذا نظام خط الأنابيب إلى أكثر من 550 ألف ميل أو 5500 ألف ميل، وينقل حوالي 45% من إجمالي الوقود المستعمل في على الساحل الشرقي، وينقل 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والديزل ووقود الطائرات وزيوت التدفئة. وأعلنت شركة كولونيل بايبلاين كومباني أنها كانت ضحية لهجوم للأمن السبراني، مطالبة منهم بفدية خاصة. الخبر الذي يليه هو خبر من أوروبا، أترككم مع تقرير من مراسلتنا جميلة بوعراس من فريق. خيرا، ستعود الحركية للمطارات الجزائرية الدولية. القرار الذي أطال انتظاره أقره مجلس الوزراء بموافقته على مقترحات الفتح الجزئي للحدود الجوية والبرية. بداية من جوان القادم، على أن تكون البداية بمعدل 5 رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة قسنطينة ووهران، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان الذي ينظم العملية خلال أسبوع. هذا البيان التنظيمي المنتظر يتوقع المختصون أن يحتوي إجراءات صحية صارمة تخص القادمين وكذا الغادرين أرض الوطن في المطارات المعنية لدى العودة إلى نشاط الرحلات الجوية، وإن كان هذا الفتح جزئيا، إلى أن القرار سيزيل انسدادا دام 24 شهرا من غلق الحدود الجوية والبرية منذ 17 مارس، قرار انتظره الجزائريون كثيرا لتوسيع عدد الرحلات ومطارات أخرى شريطة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية. قرار فتح الحدود يعتبر بمثابة الأمل الذي كثيرا ما انتظره أفراد الجالية الجزائرية بعد الظروف القاسية والحالة النفسية والاجتماعية المزرية التي عاشها آلاف الجزائريين في الخارج. السماح بدخول الجزائريين والأجانب إلى الجزائر، وبالرغم من أنه سيتم في ظل إجراءات صارمة جدا، إلا أنه قرار سيفتح الباب أمام الجالية الجزائرية للعودة إلى حضن أهاليهم وتحقيق معاناتهم بالخارج. جميل أبو العرس، مراسلة كاتكا. شكرا لزميلتنا جميلة براس من فرنسا. نعود لأخبارنا الجميلة، حيث أظهرت آخر الأخبار أن أول امرأة تخضع لإجراء أنجيوفاك في شرق كندا، وتصف بأنه معجزة. امرأة في نوفا سكوتشيا، وهي أول امرأة في كندا الأطلسية تخضع لهذه العملية لعلاج عدوى الدم بالقرب من القلب دون استخدام جراحة القلب المفتوح، حيث بدأت سيلمد سيمان تشعر بالفزع في سنة 2020، وكانت تتوقع أنها مصابة بإنفلونزا قبل أن تعلم أنها مصابة بالتهاب بالشغاف القلبي، وهو مستعمرة من البكتيريا التي تنمو في أحد صمامات القلب، وانتشرت هذه العدوى في قلبها إلى كتفها ورئتها. وعلقت ميلمان أنها كانت في المرة هذه المرة مخيفة للغاية، وكان ممكن أن تموت، وكانت عملية الأنجوفاك معجزة حقا، حيث تمكنت من النهوض والمشي مباشرة بعد إجراء العملية، وتعتبر هذا إنجازا علميا لهذه المستشفى على الشكل العام. ماذا عن أخبار العالم؟ هاشتاج ترند Palestinian Lives Matter، Palestinian Lives Matters أو أرواح الفلسطينيين تستحق، يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا وكندا لأول مرة. طبعا الهاشتاج Palestinian Lives Matter ليس جديدا، ولكنه بدأ في الظهور مرة أخرى يوم الثلاثاء بعد الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية العنيفة هذا الأسبوع، وبدأ الهجوم بعد النزاع الأخير على الأرض في القدس الشرقية، وتصاعدت بسرعة عندما أطلق مسلحون فلسطينيون صواريخاً من غزة، بينما ردت إسرائيل بضربات جوية. وكان هاشتاج Palestinian Life Matters يتجه مرة أخرى على تويتر بحوالي 250,000 تغريدة جديدة، كما أنه كان بحدود 71 إلى 72 ألف مشاركة على الإنستغرام، وهنا الآن مجموعات متعددة من على الفيسبوك تحت تتكلم باسم حياة الفلسطينيين مهمة. بعد الصاروخ الصيني الذي كان مهددا بالوقوع على الأرض وظل طريقه صاروخ أمريكي يعيد الكرة،
أعلنت شركة روكت لاب المتخصصة في مجال العلوم الفضائية عن فقدانها لأحد صواريخها الإلكترونية، وذلك بعد أن فشلت عملية إطلاق الصاروخ الذي كان يحمل قمرين صناعيين. وقالت الشركة عبر موقعها على تويتر أن الجزء الأول من الصاروخ من المفترض انطلاقه كما كان مخططا له، ولكن في هذه المرحلة الثانية من الاشتعال حدث شيء مفاجئ، وهو انقطاع المحرك وفشل الصاروخ من الوصول إلى المدار المحدد له. الخبر طبعا جاء صادما، حيث أنه لا يعلم الآن أين سيقع هذا الصاروخ على وجه هذه المعمورة. الخبر التالي هو خبر من الفضاء أيضا، أتينا لكم من المريخ، حيث أن مهمة تيانوين 1 الصينية تنجح في الهبوط على المريخ، حيث أن تيانوين 1 هي مهمة العمل المريخية الأكثر كفاءة في العالم، إذ حملت 13 جهازا علميا وقسمت بين القمر الصناعي بالأعلى والمركبة الجوالة بالأسفل. حيث أعلنت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية نجاح المهمة الفضائية تيانوين 1 التي انطلقت إلى المريخ في 22 من يونيو تموز في العام الماضي بشكل كامل، بعد أن تمكنت المركبات الخاصة بها من الخضوع بسلام والهبوط على سطح الكوكب الأحمر، وذلك يجعل الصين أول دولة في العالم تنجح في إنزال مريخي من المحاولة الأولى، وثاني دولة في العالم تنزل بعد الأمريكا مركبة لها على المريخ. ومن المعروف أن المهام الفضائية للمريخ عادة ما تنطلق على مراحل، تبدأ التجارب الأولى حتى تنجح الدولة في تثبيت قمر صناعي أو أوربيتر يدور حول الكوكب لدراسته وتحديد أفضل مواضع الهبوط المستقبلية، ويبدأ العمل بعد ذلك في إنزال مركبة ثانية على سطحه أو اللاندر، ثم مركبة جوالة أو الروفر، ولكنها المرة الأولى في تاريخ رحلات الفضاء التي تنفذ فيها هذه المراحل الثلاث في مهمة واحدة وتنجح فيها الصين. ولهذا السبب فإن نجاحها يعني تقدما كبيرا في التعامل التكنولوجي مع المريخ والصين. طبعا بهذا نختم لقاءنا معكم لهذا الأسبوع، نلتقي بكم الأسبوع القادم، وإلى حينه نستودعكم الله. كنا معكم في حديث الساعة، إعداد الزميلة هدى البني وتقديم جمال الشريف. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.